الحمد لله على سلامتك يا اسماء. الله يسلمك يا زياد. اسماء بقول لك ايه، مش انت ايام الجامعه كنت عملت عمليه الزايده دي؟ ازاي رجعت التهبت تاني؟ انا ايوه يا جماعه افتكروا معايا، يوم ما اسماء تعبت ونقلتها المستشفى وقلت لها تعالينا بسرعه. يا حسن دي كانت اللوز. اتريكو يومها كلمتوني وقلت لي هات ورد وايس كريم وتعالى بسرعه على المستشفى وهنبقى نحاسبك. صح ما حسبتونيش من يومها. انت هتذلنا يا حسن، ما عدى الزمن يا هنبقى نحاسبك بعدين. وبعدين حتى لو كان عندها الزايده وعملتها هترجع لها تاني يعني؟ زينب ما بترجعش؟ ما اعرفش يا جماعه، كنت ادبي ما انتوا عارفين يعني. هو فعلا الواحد لازم يبقى علمي عشان يعرف ان الزايده ما بترجعش. الحمد لله على سلامتك يا اسماء. الله يسلمك يا ياسمين، شكرا انك جيتي تطمني عليا. على فكره كنا هنجيلك من بدري بس استنيت ليلى ترجع عشان تقعد مع زين. ما ندى قالت لي والله، قالت لي ان هو كمان تعبان. سلامته الف سلامه. كان سخن من امبارح بس الحمد لله بقى احسن. الحمد لله. مساء الخير. اتفضل يا مستر. صحابي من ايام الجامعه، مستر هشام صاحب الشركه اللي انا بشتغل فيها. اهلا وسهلا يا جماعه، تشرفنا. اهلا بيك. شرف لينا. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن بكتير. طب الحمد لله، انا كنت جاي بس اطمن عليكي وهمشي على طول، مش محتاجه اي حاجه؟ لا ازاي بس تمشي على طول، انت لسه واصل. لا لا انا دوب كده اتكل على الله، وبعدين انا كده مطمن عليكي مع اصحابك. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا ولا اي حاجه، لو احتجتي اي حاجه كلميني في اي وقت. حاضر. فرصه سعيده يا جماعه. مش سيد سلام يا سعد. شكرا. جميل قوي. شوفي مرة وخروق بسرعة أو كلمي الصيدلية. إيه ده يا حبيبي؟ مفيهاش حاجة يا حبيبي، مفيهاش حاجة. خلاص خلاص يا حبيبي مفيش حاجة. بسرعة يا رانيا خلصي. مفيش حاجة والله، خلاص إهد إهد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.